حيث نبع الأصالة والتراث إلى المقدمة والصدارة الشوط. هنا يتقدم شعار الغفلي متقدما بالمركز الأول مع العبور. هنا علي بن بطي بن محمد الغفلي يتقدم إلى صدارة وقمة هذا الشوط. المركز الثاني وجود ثاني المراكز من خلال تواجد أسيل عبد الله بن طويرش الوهيبي يحتل المركز الثاني. بن قطامي ياتي على ثالث المراكز حاضرا مع وجود معمورة. هنا في هذه اللحظات مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي إلى المركز الثالث المركز الرابع. هنا قدوم من شعار بن شريم يصل في هذه اللحظات مع تواجد وانطلاق خناعة عبد الله بن طالب بن شريم المري، ولكن أراه تابع انطلاقة أخرى وتواصل من الظبي علي بن محمد اليحافي قادم كذلك إلى معركة الصغار إلى معركة المنافسين. المركز السادس وصول فلك مبارك بن ناصر بن يعان الشامسي قادم. بن دري تقدم سعيد بن حمد بن دري الفلاحي قادم للمركز السابع. المركز الثامن هذه اللي تقدمت نهب مبارك بن سيف الشدي المنصوري. المركز الثامن او المركز التاسع وصل هناك حمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة في المركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه احكام لنايع بن مصبح الغفلي يصل ليحتل المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإصرار على الفوز والانتصار. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط وإلى الظبي حيث سيطرت حيث تكلل هذا الاندفاع بالعبور إلى المركز الأول. علي بن محمد اليحافي يتقدم إلى الصدارة إلى القمة. المركز الثاني نهب 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 لمبارك بن سيف الشدي المنصوري يتقدم للمركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصول مطفية قادمة مطفية قادمة في هذه اللحظات لعبيد بن مصبح الكتبي او العبيد بن سالم الكعبي يتقدم في المركز الثالث. ايها الحفل الكريم المركز الرابع وصول المقعودي يقدم لنا داهية. كنق الهباب يتقدم في هذه اللحظات. مايد بن محمد المقعودي يصل في هذه اللحظة الى المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم شعار الرقود الى المركز الخامس. المركز السادس تقدمت نوايد جمال بن ناصر بن مصلح الاحبابي، ولكن شوف المركز الاول الظبي 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 المسيطرة الظبي المتقدمة الظبي التي تقود هذا السرب عندك يا اليحافي لا زال على المركز الاول. يتقدم علي بن محمد اليحافي ولكن الشدي على المركز الثاني. الشدي يتقدم في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث وصلت داهية وصلت داهية داهية مشاهدينا الكرام. مايد بن محمد بن عتيج المقعودي الكيلو والأخير الكيلو الخطير المركز الرابع عندك الرفيسة، ولكن شوف أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي قادم إلى المركز الخامس. المركز السادس شعار قادم من المنافسين. هذه شواهين مبارك بن عوض بن يريو الفلاحي وشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا هذه خيرة خيرة علي بن حويل المهدي اليامي يتقدم، ولكن الظبي لا زالت مسيطرة الظبي مسيطرة الظبي مسيطرة متقدمة. مشاهدينا الكرام أهالي السلطنة الله يا داهية داهية تتقدم داهية داهية. مايد بن محمد بن عتيج المقعودي سلام إلى أهالي الهباب سلام. هذه مشاهدينا الله سلالة والوال العاصفة متقدمة تبغي السلام إلى أهالي الهباب إلى أهالي الهباب. بن رشيد يحاول بالمركز الثاني في هذه اللحظات مع محيرة محيرة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن محيرة محيرة إلى الجميرة إلى جميرة هذه محيرة داهية محيرة باللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت نهب المبارك بن سيف الشدي المنصوري. المركز الثالث
الظبيل محمد بن محمود اليحافي، والمركز الرابع داهية لمايد بن محمد بن عتيج المقعودي، والمركز الخامس وصلت من خلال خيرة لعلي بن حويل بن مهدي العامر اليامي. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، بعدما كان هذا الشوط مليء بالحماس والإثارة حتى النهاية، تصل هذه الأبكار بكل تفوق بكل تحد لتسجل الانطلاقة القوية والتوقيت المميز بهذه اللحظات. 5 دقائق 53 ثانية، 5 أجزاء من الثانية يعتبر التوقيت الأفضل في هذه الأمسية حتى هذه اللحظات. تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الحضور من نهب لمبارك بن سيف الشدي المنصوري، حيث سجلت المركز الثاني ب5 دقائق 53 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا يا أبو سيف على هذا الفوز والانتصار. الظبي حلت بالمركز الثالث لتسجل حضورها علي بن محمد بن حمود اليحافي ب5 دقائق 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، ليكون التفوق هنا بأجزاء من الثانية بين الفائزين بين المتنافسين في هذا المهرجان الكبير، المهرجان المميز الذي عنوا له من كل مكان بالمشاركة والاستحقاق. نتمنى لهم التوفيق دائما.